اليوم جبنا لكم احسن باك في مدينه مكناس. الكترويا دان كتقدم لكم باك اللي كيتكون من ثلاجه وماكينه الصابون. اللهم بارك هي الثلاجه وماكينه الصابون اللي كتجينا بواحد لافينيسيون اللي زوينه وبجوج مراه سيلفر. بالنسبه للثلاجه هي هذه من لامار كاندي الايطاليه، اقتصاديه في الضوء 3 بلس، ما كتكونسوميش الضوء وفيها 10 سنين لا غارونتي في الموتور ديالها. حلو نشوفوها من الداخل ديالها. اللهم بارك كتجينا بثلاثه ديال لي زيتاجير وثلاثه ديال لي كوفري. وبالنسبه للثلاجه راه كتبرد بالبخار، راه ماشي ثلج. ودابا غادي ندوزو الماكينه ديال الصابون ديال 90 كيلو من لامارك، حتى هي من لامارك كاندي، حتى هي كتجينا بلا فينيسون لي سيلفر وفيها بزاف ديال لي بروغرام وسهله في الاستعمال وفيها 1200 دوره. الطومبور ديالها هي هادي من الداخل كما كتشوفوا، وحتى هي راه فيها 10 سنين ديال لا غارونتي في الموتور ديالها وكنعطيو فيها عام ديال الضمان. وبالنسبه لا ديمونسيون ديالها، بالنسبه للثلاجه راه فيها 1.84 متر في الطول والعرض ديالها راه 60، وبالنسبه لماكينه الصابون راه فيها 60 في الطول وفي العرض 60 وفي العلو 85. ودابا غادي ندوزو للثمن ديال هاد الباك اللي غتاخدوه باحسن ثمن عند الكترويا دان غير ب 7649 درهم. نعاودوها 7649 درهم. ايوا حاولوا تزورونا، راه الكترويا دان كيتواجد في مدينه مكناش شارع فريد الانصاري اللي فيه اسيما لينسام قدام البنكة السياش. وبالنسبه للتوصيل في مدينه مكناش راه متوفر التوصيل بالمجان. وبالنسبه للناس اللي خارجين المدينه حاولوا تواصلوا معنا عبر الواتساب وبارطاجيو هاد الفيديو هذا باش ناس اخرين تا هما يستافدوا من هذا العرض. ومرحبا بكم عند الكترويا دان.